هل تجب الزكاة في الذهب الملبوس؟ الصحيح أنها لا تجب الزكاة في الذهب المعد لللبس والزينة، هذا هو الصحيح والراجح من وعليه جمهور أهل العلم، تخفيفا عن إن المرأة المسكينة لو وجبت عليها الزكاة كل سنة ما بقي معها لا حلي ولا بقي معها شيء، سيما إذا كانت فقيرة. نعم.